النهارده كابتن ساره حسنين هيبقى معاها زيزو وهما اللي هيتكلموا معاكم قبل ما تروحوا على الماتش في اللحظات الاخيره. تقول لهم ايه يا كابتن ساره؟ طبعا حظكم حلو جدا ان الكابتن زيزو هيكون معاكم ويدي التعليمات النهارده ويدي الخبره اللي في المباراه النهارده ان شاء الله. بتمنى لكم ان شاء الله التوفيق النهارده، تكسبوا باذن الله. لازم تركزوا في كل اللي قالته كابتن ساره. وعايز اقول حاجه لعبد الرحمن، صح؟ انت ما غيرت ما الكابتن، خلي بالك هما اثنين. انت طلع النكته كابتن ساره، غيرت لك المركز بتاعك. وانا احكي لك موقف حصل معايا قبل كده. انا رحت اكاديميه اسمها جي ام جي. قبل ما اروح الاكاديميه انا كنت بلعب قدام هاف، جه المدرب بتاعه، كنت قرد كده صغير وسريع وبتاع، باخد الكوره ومحدش بياخدها مني. بس جه المدرب ده قعدني 3 سنين أو 4 سنين بيلعبني ليبرو، اخر واحد مدافع، كان كنا بنلعب مدافعين. واكتشفت بعد كده ان ده فادني في حياتي، ان انا ما كنتش بدافع خالص، بدات ادافع وهاجم. اكتشفت في نفسي حاجات او استفدت بالموقف ده في حاجه، ان انا اتطورت دفاعيا، بقيت بعرف اعمل الاثنين مع بعض. عشان كده انت ركز في المكان اللي هي قالت لك عليه، وان شاء الله تعمل ماتشات كويسه. ممكن تمشي اصلا بعد اول كام شهر وتقول انا ده مش مكاني واروح اشوف حته ثانيه العب فيها. لا، واكتشفت بعد كده ان انا اتطورت في حاجه انا ما كنتش بحبها، بقيت بعمل الاثنين نفس الكواليتي، يعني فاهم؟ فعشان كده ركز في اللي بتقول لك عليه كابتن ساره، وان شاء الله تعمل ماتشات كويسه باذن الله. التوفيق لكم كلكم. جاهزين يا رجاله الماتش؟ نايمين برضو يا خزر كل مره. عايز مره كده اقولها لكم من اول مره، تقولها لي بصوت عالي على طول. يلا بينا، يلا بينا على الماتش.